أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati penerbit rancangan Hayya Bil Arabiyah, Puan Mona Jasman. Seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah sekalian. Saya Ustaz Muhammad Rusdi alias akan dibantu oleh pelajar saya iaitu Hana untuk sesi ini insya-Allah. Untuk sesi ini saya akan melakukan latih tubi menggunakan istifham iaitu kata soalan dengan menggunakan semula perkataan yang telah digunakan pada sesi yang lepas. Saya mengharapkan dengan pengulangan perkataan yang lepas ini akan membantu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pada hari ini kita akan menggunakan soalan daripada perkataan Aina, maknanya di manakah, yang akan disertakan dengan penggunaan fi'il mudhari', iaitu perbuatan yang sedang atau akan berlaku, iaitu ya'malu. Ya'malu maknanya dia bekerja. Saya akan menggabungkan perkataan Aina ya'malu, di manakah dia bekerja. Hana akan menggunakan soalan ini kepada saya. Tafadhali ya Hana. Aina ya'malu abuka ya ustaz? Ma makna ya'malu abuka? Ayah kamu bekerja. Naam. اسأليني مرة أخرى يا هناء. أين يعمل أبوك يا أستاذ؟ يعمل أبي في المدرسة. ما معنى يعمل أبي؟ أيه ساي بكرج. في المدرسة. دي سكولا. نعم. اسأليني مرة أخرى. أين يعمل أبوك يا أستاذ؟ يعمل أبي في المدرسة. ثم السؤال الثاني، أين يعمل أخوك الأكبر يا أستاذ؟ ما معنى أين يعمل؟ دي بكرجة. أخوك الأكبر ما معناه؟ أبانكمو يان سولوم. نعم. أين يعمل أخوك الأكبر؟ ما معناه؟ دي مانكا أبانكمو يان سولوم بكرج. نعم. اسأليني مرة أخرى. أين يعمل أخوك الأكبر يا أستاذ؟ يعمل أخي الأكبر في البنك. ما معنى في البنك؟ دي بنك. نعم. اسأليني مرة أخرى. أين يعمل أخوك الأكبر يا أستاذ؟ يعمل أخي الأكبر في البنك. ثم السؤال الثالث، أين يعمل أخوك الأصغر يا أستاذ؟ ما معنى أين يعمل أخوك الأصغر؟ دي معناك أديك كامو يامبونسو بكرجة؟ نعم. اسأليني مرة أخرى يا هناء. أين يعمل أخوك الأصغر يا أستاذ؟ يعمل أخي الأصغر في شركة الطيران. ما معنى يعمل أخي الأصغر؟ أدي ساي يان بونسو بكرج. في ما معنى في؟ دي شركة الطيران. ما معنى شركة الطيران؟ شركة penerbangan.
نعم. اسأليني مرة أخرى. أين يعمل أخوك الأصغر يا أستاذ؟ يعمل أخي الأصغر في شركة الطيران. Kemudian saya akan mengulang soalan yang sama kepada Hana. السؤال الأول: أين يعمل أبوك يا هنا؟ يعمل أبي في الجامعة. ما معنى يعمل أبي؟ أيه ساي بكرج في الجامعة. دي يونيفرسيتي. أسألك مرة أخرى: أين يعمل أبوك يا هنا؟ يعمل أبي في الجامعة. ثم السؤال الثاني: أين يعمل أخوك الأكبر يا هنا؟ يعمل أخي الأكبر في المصنع. ما معنى يعمل أخي الأكبر؟ أبان سايو يان سولون بكرج في المصنع. ما معنى المصنع؟ كيلان. نعم. أسألك مرة أخرى: أين يعمل أخوك الأكبر يا هنا؟ يعمل أخي الأكبر في المصنع. نعم. ثم السؤال الثالث: أين يعمل أخوك الأصغر يا هنا؟ يعمل أخي الأصغر في وزارة التربية. ما معنى يعمل أخي الأصغر؟ أدي ساي يان بونسو بكرج في دي وزارة التربية. ما معناه؟ كمنتريان بنديديكان. نعم. أسألك مرة أخرى يا هنا: أين يعمل أخوك الأصغر يا هنا؟ يعمل أخي الأصغر في وزارة التربية. بارك الله فيك. بهذا انتهى وقت البرنامج، ونترككم في رعاية الله تبارك وتعالى، وإلى اللقاء. Untuk cadangan dan sebarang pandangan, sila emailkan kepada arab@isimfm.my. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jomlah kita berbahasa Arab. Jom mari belajar bahasa Arab.